بيقولك 259 جنيه في الشهر العربية الحمراء اللي ورايا دي. يو listen yo I had to give my soul to the Lord 'cause my heart turned black like Kodak. ده محل صالون بيعملوا الضوافر والكلام ده. المكان ده اللي هو ورايا ده في الفريم المكان ده ببلاش، يعني اغلبيه الناس هنا بتيجي بتركن طول النهار وما بتدفعش اي فلوس خالص. فانا عمري ما صورت المكان ده قبل كده في الصيف. ف كل الأماكن هنا في بريطانيا المشكلة عشان تركن هنا الركون هنا بفلوس وغالي جدا. فأنا لقيت المكان ده اللي هو ورايا ده في الفريم المكان ده ببلاش، يعني أغلبية الناس هنا بتيجي بتركن طول النهار وما بتدفعش أي فلوس خالص. فأنا حابب المكان ده، فعشان كده ركنت العربية طول النهار. ببدأ الساعة 9 الصبح مثلا، أنا بساعدهم هنا لمدة أسبوع، ببدأ الساعة 9 الصبح باجي هنا مثلا على الساعة 8:30 8:15 كده، أركن العربية وبعد كده أخدها مشي تقريبا بتحوالي 10 دقايق ربع ساعة. النهارده السبت، فأغلبية الناس هنا بتبقى عندها أجازة، أجازتهم السبت والحد، فتلاقي الشوارع فاضية خالص، يعني يوم السبت يوم الحد الصبح بدري، لأن طبعا الناس كلها لسه نايمة وطبعا مفيش دوشة في الشوارع والكلام ده. مش شايفين الشارع ازاي زحمة؟ ادوني بس كده لحد الساعة مثلا وأنا في الغداء هصوركم الشارع عامل ازاي. مش عارف في ممكن يكون في هوا دلوقتي، ممكن نغوش على الصوت بتاعي، بس زي ما انتم شايفين مفيش حد اصلا في الشارع. بس ايه، يوم الذي المفضل على قلبي، بحبها جدا جدا جدا. المحلات هنا مفيش محلات كتيره وكل حاجه، بس هوا البحر يرد الروح، لان المدينه دي على المحيط على طول. طبعا انتوا شفتوها كذا مره في الفيديوهات بتاعتي. تعالوا عند الشارع، بصوا يا جدعان الشارع، شارع فاضي مفيش اي حد ماشي في الشارع الا انا. طبعا انا رايح الشغل زي ما قلت لكم، وهنا في محلات اكل، في محلات كلها لسه قافله، مع ان يعني مش وقت مش بدري قوي دلوقتي، الساعه 8:30 يعني المحل الوقت تمام يعني. فمش عارف ليه الناس مش صاحي قوي ومش ماشيه في الشوارع. النهارده الجمعه، ده يوم عادي هنا في بريطانيا، في اوروبا عامه ده يوم شغل. في الدول الاسلاميه والعربيه يوم الجمعه ده بيبقى يوم طبعا اجازه، عشان طبعا احنا اغلبيتنا بياخد يوم الجمعه اجازه عشان يروح يصلي والكلام ده لو انت مسلم، او حتى لو مش مسلم برضه بيبقى يوم الجمعه في الايام العاديه بيبقى اصلا او الاسبوع بتاعك بيبقى يوم اجازه. هنا يوم عادي الناس كلها شغاله وكل حاجه، بس في بعض الشركات بتدي اجازه يوم الجمعه والسبت.
عشان لو مثلا لو هم في ناس مسلمه بتشتغل في الشركه دي وكده. أنا أقعد شوية كده عشان أتكلم معاكم وأفتحكم في موضوع مهم. من كام شهر كده بالظبط كنت مثلا كنت بدأت أتعرف على ناس جديدة، أنت فاهمين ناس يعني أنت فاهمين لما بتتعرف على ناس جديدة وبتعرف بتقول لهم على مشاكلك وأسرارك والكلام ده. فالنصيحة لأي حد يعني لو تعرفت على حد جديد ما تحاولش اللي أنت يعني تكب كل أسرارك، ما تقولش اللي أنت عارفه ليهم او اللي عندك ليهم على طول غير مثلا ما تعرفهم وتشوف انت هتتكلم في ايه بالظبط والحاجات دي. دي نصيحتي ليكو او اي حد مثلا عايز يتعرف على ناس جديده. النهارده زي ما قلت لكم الفلوج هيكون في الشارع، بس المره اللي فاتت لما انا عملت صورت الشارع وكده كان الفلوج عباره عن قبل غروب الشمس. النهارده الشمس طالعه في الصيف وشهر 7، فهنحاول احنا نستكشف المدينه اللي انا عايش فيها والشمس فاهمين في ايام الصيف. فانا عمري ما صورت المكان ده قبل كده في الصيف. المكان اللي انا قاعد فيه ده مكان تاريخي شويه، اكتر الناس هنا بيروحوا يعملوا شوبينج او يعملوا يتسوقوا في المول اللي هناك ده اللي هو انا هوصله لكم من شويه، وبعد كده يروحوا مثلا يتمشوا يشربوا قهوه والكلام ده. ده اكتر اغلبيه الناس. النهارده الجمعه زي ما قلت لكم فاغلبيه الناس شغاله، فالشوارع هتكون نوعا ما فاضيه مش مليانه زي مثلا يوم السبت والحد ده والويكند هنا. فهنشوف المكان عامل ازاي ونستكشف المكان. يا رب يكون الفلوج عجبكم او هيعجبكم، ولو ما عجبكوش ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه برده وسبسكرايب وتظبطوا حالكم كده معانا. زي ما انتم شايفين الناس الطريق ده طريق عام، فالناس كلها بتروح وبتيجي والكلام ده، و من المول المول بيبقى هناك هنا، وبعد كده بيخشوا على المحلات الصغيره. واغلبيه الناس وانا قاعد كده بيتفرجوا عليا بيشوف انا بقول ايه والكلام ده، عشان اغلبيه الناس انا مش عارفين انا بقول ايه بالظبط. فاستنوني في فلوج يا جدعان النهارده. Thank you.
ان شاء الله انا من يوم 13 او يوم 10 في عندي اجازه اسبوعين، اخدت اجازه اسبوعين، فالحاول ان انا في الاجازه دول هطلع بره اعمل فلوجز، في مثلا هروح ليفربول، مدينه ليفربول، هروح مانشستر، وهروح مثلا لينكنشا، او مثلا ممكن اروح لندن ونصور هناك نشوف الجو عامل ازاي. اروح لندن واصور مثلا شارع اوكسفورد، او اصور شارع مثلا الشوارع اللي هي مهمه هناك في لندن، وهتعجبكم يعني. بصوا يا جدعان الراجل بيعمل التيشيرتات هناك اهو، بين كلها حاجات مستعمله، مستعمل كله هنا زي نظام المنشيه وشبرا والكلام ده. احنا في شهر 7 دلوقتي، شهر 7 والجو عامل ازاي؟ الجو مظلم، فمش عارف. الصيف، الصيف هنا تقريبا يومين وكده وبيخلص على طول، يعني ما بيطولش اصلا خالص، هو ده الصيف في بريطانيا. والكابل شايفين الناس كلها بتطلع بره تقعد على الكراسي، دي نظام حديقه صغيره كده، الناس كلها بتقعد هنا وبتاكل زي ما انتم شايفين ورايا. فهم كلهم طالعين بيتغدوا، انا لسه اكلت، انا اشتريت قهوه وساندوتش كده صغير عشان اكله على السريع كده عشان اعرف اكمل معاكم اليوم، لان الفلوج ممكن يكون طويل النهارده شويه، بس هحاول قد ما اقدر انا اقصره واصورك الحاجات اللي ممكن تعجبكم والحاجات اللي ممكن ما تعجبكوش. الحاجه اللي بتقفلني من بريطانيا هنا اللي هي على طول بتشتي، يعني انا جاي اجازه عشان اصور لكم فلوجز هنا وحاجات من دي، وهي على طول بتمطر وانا اصلا مش عارف اروح فين، هي دي المشكله. يعني انا فاكر المره اللي فاتت لما طلعت وعملت لكم فلوج اللي هو بتاع اول يوم تقريبا اللي هو بتاع الاكل الشعبي والكلام ده، برضو كانت بتمطر وما عرفتش ان انا اصور لكم قوي قد كده. فدي هي المشكله في بريطانيا، كل شويه بتمطر وكل شويه بتقفل اليوم اصلا، فبضطر ان احط الهودي. وزي ما انتم شايفين عمليه بقت صعبه جدا، اوه والمطره في وشي كمان. الجو مش برد بس المشكله بطره، هي المطره اللي بتقفل الواحد. يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا امشي في الشمس واصور الشوارع وكده، بس المشكله المطره الكاميرا اللي انا شايلها دي مش عارف ووتر بروف ولا لا، فممكن تبوظ مني، فانا اضطر ان انا اركن على جنب واصور مثلا اللي انا هلاقيه قدامي. الناس كلها طالعه بتاخد زي ما انتم شايفين ورايا، كله بياكل الاكل لانش الغدا بتاعهم، ونكمل الفلوج يا جدعان. انا ممكن اخش في الغويط بتاع المدينه اللي انا عايش فيها دي، انا مدينه نورتش، واشوف المكان من جوه عامل ازاي، بس مش عارف هيكون في اماكن حلوه تتصور في المطره دي ولا لا. بس انا بحب اصور في المطره، يعني انا من النوع اللي انا بحب اصلا اطلع في المطره واصور، بس المشكله ما ببقاش عامل حسابي، يعني انا بعمل حسابي بس ما بمطرش، ولما بطلع والجو حلو وكويس ببقى لابس خفيف، مش عارف بقى ايه اللي هيحصل، هنشوف بقى. نكمل موضوع هناك، الناس بتتفرج عليا عشان بتكلم عربي. هوريكم النهارده المحلات، يعني انت مثلا لو جيت هنا بريطانيا واول مره ليك، وطبعا عايز تشتري هدوم او عايز تشتري اكل او عايز تشتري اي حاجه، هوريكم الاماكن اللي انت ممكن تشتري منها هنا. هل هي مثلا الاماكن دي انت محتاجها ولا لا؟ يعني يلا نستكشف بقى المدينه. تعال نشوف اسعار العربيات. بصوا النهارده في معرض عربيات هنا، حاطين اسعار العربيات دي تقريبا عربيات فيت، بيقول لك 259 جنيه في الشهر. العربيه الحمراء اللي ورايا دي 259 جنيه في الشهر، وتمتلك عربيه زي كده. Listen, yo, societal will tell me there's another new way where you can stay emotionally attached and never fade away. They're still trying to prove the God that made today is a fairy, so they say there's no need to pray. But is the way, the truth, the life isn't again. Jesus Christ paid the price. They try to create a space, which create a space. بيعملوا حاجة اسمها اللي هو تشيرش، لما بيروحوا مثلا يعملوا اللي هو جيزس والكلام دوت. الاثنين الثلاثه اللي ورا دوت من برمنغهام بيعملوا نظام فلوج، مش فلوجز، بيغنوا للناس وعشان مثلا الناس تفهمين الناس اللي هم عايزين يعملوا بالمسيح والكلام ده. بس ده طبعا في الكالتشر الانجليزي او الثقافه الانجليزيه، مالناش دعوه باللي احنا ديانات، بس هم بيحاولوا يعملوا كده بس بطريقه ايه؟ بطريقه اللي هم
يغنوا للناس انت فاهمين. Never let me know that's crazy, too crazy. I'll save for the world. I was so lost in myself. Without him, I would be in hell. My life's like a roller coaster that just crashed and fell. I was young, I was taking L's. I was young, I was taking L's. But I call that a lesson, and now I'm trying to see progression. I swear Satan is a hater, have to stay away, though it's tempting. He wants to take the tip, but it ain't the right direction. I stay grinding and shining, trying to see these blessings. My heart's in order. Greater than time, why pray for me to roll around for the back of the junction. I ain't seen a few friends in a while, no stress, cause I swear to my lifestyle could have been wild. Late nights bagging, no sleep, no rest, girls still nagging. What? Changed up, went church, what happened? Huh? Girls down, Smith down, stop trapping. Came in and the sin went out. Illness, no thought I'd be here now. Yeah. And if you read a few letters in his word, he wouldn't want to be anywhere else. I was like, pause, got a new verse to make a boy freeze. Double edged sword when I cut two beats. I was in a bad place, living in a rat race, now I find life in my KJV. So let it rain on it, cause the blood truly washed me clean. And now this young man is truly dreaming, dream. I'm not Martin, but I'm Junior, serving the King of Kings, keeping my eyes on heavenly things, cause the kingdom I saw first. D, I'm at my interview. مش انترفيو يعني حاولت تغير فكري اغير الدين بتاعي تفهمين. بس طالما الواحد هنا واثق من نفسه ممكن يعمل بص ممكن ينيل حاجات كتيره. فزي ما انتم شايفين ورايا دي كلهم. ف اللي هيجي بريطانيا هنا يا جدعان هي دي البنت دي اللي هيجي بريطانيا مش بريطانيا اللي يجي اوروبا عامه يعني يخلي باله شويه من على دينه. لان ممكن بالسهل جدا اللي انت يعني تضيع في الرجلين. ف دي نصيحة مني ليكم. فتعالوا نسمعوا شوية نشوفوا هما بيقولوا ايه. انا بحاول ادور من الصبح على الجاكيت اللي انا البسه لان انا مش لاقي اي جواكيت هنا خالص. مش حكاية جاكيت لان انا كنت كان عندي جاكيت بس اسود بس كنت اشتغلت بيه في المدرسة لو انتم متابعين الفيديوهات بتاعتي من زمان واتوسخ. فمش عارف ان انا الاقي جاكيت زيه ولا لا. فحاول انا قد ما اقدر ان انا اشوف المحلات واخش هناك واجاب والكلام ده. فاستنوا معايا يا جدعان. المول اللي انا جاي منه ده او طالع منه ده اشهر مول في المدينه اللي انا عايش فيها. فاغلبيه الناس بتيجي هنا تعمل تسوق والكلام ده. الصيف هنا تقريبا يومين وكده وبيخلص على طول يعني ما بيطولش اصلا خالص.